بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بص يا جماعة الخير، أنت دلوقتي أنا هخش على نيتورك على الإمبلاس ده البريدج، خلاص أنا مش عايزه. تمام، أنا جالي هنا طبعا نزود الخدمة، مثلا أنا ليه أكسس عنده، وقال لي خلاص انت عايز ايه، انت عندي شبكة داخلية ورا الفايروول في شبكة اللان، ومثلا واخدة 192.168.1.1 واحد واحد سلاش مثلا 22. دي سلاش 22، يعني الشبكة عندي هتبقى زيرو، يعني دي هتبقى المفروض ان كده هتبقى ديت 01، معلش عشان ناخد من الاول عشان الناس ما تتوهش معانا. يبقى عندي شبكه اصلا 192.168.0.0/22. تمام، فانا دلوقتي ليا اكسس على شبكه الامبليس، او بقدر اتواصل مع الاس تي سي او بتواصل مع شركه وي، ويقدر يعمل له يقدر يضيف له سبنت على الشبكه. فانا قمت انا جاي هنا على بورت اف ده اللي هو حطيته في زونة الامبليس، وجيت قلت له انت الاي بي بتاعك 10.0.2/22. تمام، اوكي، عشرة دوت عشرة دوت زيرو سلاش 22. انا عندي هنا يا جماعة الخير، انا خلاص انا مش محتاج هنا، محتاج هنا الرولة بتاعة الامبليست خلاص ديت، عشان كان البريدج أنا مش محتاجها. تمام، طبعا هنا أنا هنا عملتها لان تو، هعمل هنا بص يا جماعة، أنا هنا خلاص ده السبمنت بتاع 192.168.0.1 ده الجيتوي، وهنا هخش أنا على الجهاز ده هغير له الصبن بتاعه تاني، معلش اقول له 192.168.0 زيرو مثلا، هنا 100.0.100، وهنا 192.168.0.1، اديت زيرو وديت واحد. في حاجة تانية هنا شكلها كده نزود حاجة، ده 192.168، ديت 168، ماشي اوكي، عشان كده جاب لي. تمام كده المفروض انا ظبطت على الكونفيجريشن اللي انا عامله. تمام، انا دلوقتي لو انا جيت فنكت من هنا خلاص مش هيديني اي بنج. طب انا جيت ابنج على الجيت واي اللي هو بتاع الامبليس، الامبليس عندي على الفايرول 10.0.2 هيبنج معايا، طب اللي قصاده دوت واحد مش هيبنج. طب ليه ما يبنجش معايا؟ هقول لك ليه. لازم ان انا هاجي هنا على الراوتر ده، دي اللي انا هقول الاس تي سي، يا اس تي سي او يا شركة وي، انا عايزك تقول تعمل روت وتقول له اي بي روت، عايز تروح للشبكة 192.168.0.0 ماسك بتاع 255.255.252.0، ارمي على الفايرول اللي هو اي بي هو كام، 10.10.0.2. تمام، نرجع تاني كده، احنا كنا بنبنج على ال 10.10.0.1 ما كانش بيبنج معانا، تعال نبنج تاني ما بيبنجش. طب ليه ما بيبانكش؟ بص يا جماعه، طالما انا هخرج من الانترفيس ده راح طالع بره، لازم أن يكون في رولة على الفايرول بتسمح لي ان انا اعدي من زونه لزونه. هقول له لان تو امبلس، تمام، واقول له في التوب واقوم قايل له ترافيك تو انتر زون، واقول له لان امبلس، ممكن تقول له برضك من امبلاس فلان.
ونقول له سي. تعال نبنج على الأجهزة من هنا برضو، نقول له كده، تعال نقول له بنج على 192.168.0.100 ونعمل داش تي، ونخلي التاني برضو نفس الحوار اللي هو الجهاز التاني ده، نقول له نفس الحوار، اعمل لي بنج على 192.168.0.100 داش تي. تمام. دلوقتي هنروح للجهاز ده، هنقول له بنج دلوقتي، بيبنج. طب بنج لي على الشبكة اللي بعيد 10.10 دوت دوت كام دوت 3 دوت 4 سوري دوت 100، والتاني هنا ثاني دوت 4 دوت 100، وعندي واحد هنا. دي خلاص، دي بيبنج على التاني، على اللي هو الانترفيس. ودي هنا قلت له بينج على 10.10.8.100. بص يا جماعة، هو هنا لو انت جيت هنا، هفتح انا واحدة تانية سي ام دي، وجيت قلت له تقسيم دي، وجيت قلت له بني هو لغاية، شوف هنا بينج 10.10 دوت واحد دوت واحد او دوت زيرو دوت واحد، هو لغاية هنا شايف. طب زيرو لاتنين ليه؟ مش شايف ليه بقى؟ لان هنا هو اصلا وصل لغاية زيرو دوت اتنين. زيرو دوت اتنين ده محطوط على الفايرول، الفايرول عنده طريق لهم، الاستاتيك روت موجود اهوت. انا شلته يا جماعة، انا شلت البريدج. فانا لو جيت قلت له لو عايز اروح لشبكة عشرات، فين 10.10.4 زيرو سلاش 22 22، جيت قمت قايل له 10، هترمي على الجيت واي اللي هو 10.10.0.1، هتخرج من الانترفيس اللي هو ده وتقول له سيف، وتيجي هنا نفس الكلام 10.10.8.0/22، وتقول له 10.10.0.1، وهنا اوكي، ونقول له سيف. تعالى هنا نرجع تاني، لو انا قلت له بنيجلي على 10.10.02 هيرد علي عادي خالص، بدون ما في مشكلة. طب اللي انا قلت له بنجلي على 192، انا هنا لسه مبنجين عليها 0.100، ده 0.100. هو عارف يوصل لشبكة لغاية الانترفيس هنا، لغاية هنا، بس هو مش عارف يوصل لهنا. ليه؟ لأن الشبكة دي لو جت تبص في الراوتنج تيبل هنا، الراوتنج تيبل بتاعت ال، لو انا قلت له شو اي بي انيبل، شو اي بي روت، الشبكة اللي هي 192.168.0 مش موجودة عنده، مش موجودة عنده. فطبعا هي اوريدي مش هيقدر يعرف لها طريق ويوصل لها. طب انا اعمل ايه؟ طب الراوتر ده اللي هو ده اللي هو عندي ده، انا قلت له دو عارف شبكة اللي هي 192.168.0 عن طريق ستاتيك روت، تمام، ورمها على الفايرول. طب ما نيجي، عندي فكرة حلوة، ما نيجي نزيع الشبكة دي عن طريق الاستاتيك روت للراوترات التانية. هنقوم جايين نقول له راوتر او اس بي 1، ونقول له ري ديستريبيوشن ستاتيك، نقول له مثلا سبنت ستاتيك سبنت عشان يجيب معايا كل السبنت، ماشي، واضغط انتر. تمام. تعالى نرجع تاني هنا للراوترات اللي كنا داخلين عليها، اللي هو بي ار، مش احنا كنا مش شايفين الشبكة دي؟ خلاص، هو دلوقتي شايف شبكة الزيرو عن طريق الاكسترنال. تعالى نروح هنا تاني للأجهزة، هتلاقي خلاص
بنجت على بعض وشافت كل حاجة بدون ما أنا أعمل بدل ما بدون ما أنا أعمل بريتش. ده الطريقة اللي أنا بقول لك عليها يا جماعة، اللي أنت تقدر تعمل الحركة دي. في ناس بقى ممكن تيجي تقول لي ده ما أنا ممكن أخد الصبنة اللي هنا، الصبنة اللي هنا أعمله صبنتين. ازاي؟ تمام، هقول لك إزاي. الشبكة دي هنا، تعالى هما كده الدنيا بنجت مع بعض اهي والدنيا تمام. هنا الشبكة دي مثلا 10 دوت 10 دوت 0 دوت 1، ودي 10 دوت 0 دوت 0 دوت 2. ممكن اقوم جاي يقول لك ايه بقى، خلاص اقوم جاي هنا يقول لك انا هاجي على البورت اللي هو تاني، اللي هو فين الانترفيسز اللي هنا في النتورك. هاجي اقول له الشبكة دي سلاش 24، ويجي على البورت ده. في ناس بتيجي تعمل كده بس بتستهبل يعني، وتيجي تقول لك انا هعمل 10 دوت 10 دوت 1 دوت 1 سلاش 24، او مثلا خليها مثلا 2، هياخد شبكة 2 ويقول له سلاش كام، سلاش 23، يعني هياخد 2 و3، وواحد بقى يبقى ايه ممكن يضيفه كالياس يعني. تمام كده، تمام كده. طب هما يشوفوا بعض، تعالى نشوف هنا الجهاز ده اللي هو ده، هنديله اي بي من نفس الشبكة، نقول له 10.10.2.مثلا 100 زي ما هي كده، وديت 254، وهنا 10.10.10.2.1، وأوكي. تمام. طب هنا يا جماعة الخير، تعال نشوف الدنيا هتبنك تاني معايا ولا مثلا هنا الشبكة 10.10.4، تعال نقول له بينج، وهنا بينج. على الرغم يا جماعة إن هو الشبكة ديت جوه على الراوتر متعرفة إنها دايركت كونكتد، فأنت الحين دلوقتي لو عملت الحركة دي الفايروول عنده شبكتين، فريكومندد هتيجي بدل ما أنت هتزحها كده، مش هتتزاح معاك، لازم تعمل ستاتيك روت زي ما انا عملتها كده، الشبكه ال 192 وتزيحها جوه الشبكه اللي انا قلت لك عليها. فعشان كده لو انت عندك امبلاس، عندك شبكه امبلاس زي ما انا كده قلت لك عليها، وليك اكسس على ليك تقدر تكلم الاي اس بي، والاي اس بي ديك عليها تقدر تبعت له كونفيجريشن هو يضيفه، مش مشكله. بس ان انت ما عندكش اي اكسس والاي اس بي مش هيقدر يضيف لك اي نتورك انت محتاجها، فتضطر ان انت تعمل بريدج بورت. تمام، اشوفكم على خير في امان الله، السلام عليكم.